من حقنا أن نعرف، شعار رفعته منظمات المجتمع المدني في مؤتمر عقدته في بغداد، مطالبة بمزيد من الشفافية في أداء الحكومة العراقية. المجتمعون وزعوا استبانة لمراقبة أداء المؤسسات الحكومية على المستوى الاتحادي والمحلي بهدف الرقابة من أجل تفادي الفساد المالي والإداري. وجدنا نحن في منظمات المجتمع المدني أنه علينا دور أن نقوم به في عملية الرصد والمراقبة والتقييم والتقويم، لأن نعتقد أنه من غير المعقول أن الجهة المنفذة هي نفسها تقوم بعملية تقييم نفسها. تزداد شكوى العراقيين مع فصل الصيف، حتى من بين الحضور في المؤتمر، فالمعاناة دائمة، ليس أولها ولا آخرها الطاقة الكهربائية، فالحكومة العراقية مسؤولة حسب المواطن العادي بعد 8 سنوات من سقوط النظام العراقي السابق عن تردي الوضع المعيشي وسوء الخدمات، فالحديث متواصل عن انقطاع في التيار الكهربائي وشح المياه في العديد من المناطق العراقية وسوء الأرصفة في أغلب شوارع العاصمة العراقية، ناهيك عن مناطق أخرى. ليش هالمليارات دا تنصرف على الأرصفة وترجع تنباق مرة اللخ؟ ليش؟ لأن بيناتهم هم يضموها، هم يسووها، هم يحطوها، هم ينطوها. الرقابة أصلاً ماكو. إذا هو الرقيب يبوق، إيش تترجى من البقية؟ خدمات زينة بس نحو الأحسن، يعني تقريباً أحسن من الوقت السابق، بس شنو يعني شوية لو يكون أسرع هواية أحسن. ويتهم المتظاهرون في ساحة التحرير الحكومة العراقية بالتقصير إن لم يكن بالفساد منذ خروجهم إلى الشارع قبل ما يقرب من 6 أشهر مع بدء ما يسمى بالربيع العربي. الفساد آفة كبرى ابتلى بها العراق، وبدون تشريعات مناسبة وبدون قوانين رادعة سيستمر الفساد في عمله، لأن الدول يعني الدول الأخرى ليسوا بملائكة، ولكن هناك تشريعات تمنعهم من السرقة. ويذكر أن العراق كان قد وقع عام 2008 على اتفاقية دولية لمكافحة الفساد، إلا أن هناك من ينتقد حكومات العراق الجديد لحديثها عن الفساد دون التطرق إلى المفسدين. تتعدد الأزمات التي يعاني منها المواطن العراقي بعد 8 سنوات من غزو بلده، فالأزمات المعيشية تتراكم وسط أزمات خدمية يعتبرها بعض العراقيين وليدة الفساد، فيما يصفها آخرون بتردي مستوى الأداء الحكومي. ناصر شديد، BBC، من شارع أبو نواس، بغداد.